بقول على اساس ان الجماهير اعتقد ان الان اللي يعمل في الكره السعوديه او اللي قاعد ملم معالي المستشار تركي الشيخ اعتقد ان الخارطه النفسيه حتتغير. الخارطه النفسيه راح تتغير، ممكن نشوف 6-7 انديه مستوى عالي، مستوى قريبين والتنافس بينهم لين اخر مرحله. هذه نقطه. بالنسبه للمدربين اعتقد نشوف المدرب الكبير والمدرب الحازم يريح الاداره، يريح المسؤولين، لان الامور كلها بيده. الاوروبيين معروف الامور بيده، هو اللي يتحكم بالفريق. لا اداري، الاداري شغلته بس يكتب لك عمل اداري. انت شفت في اداري في الدوري الاوروبي تعرفه؟ ما اعرفه. عندنا احنا هنا الاداريين تنطون ولا مدربين. هاي كلها شغل المدرب، هو يتحكم في كل شيء. انا يعني اتكلم من تجربه عبد الرحمن وعبد القادر معانا كارلوس البرتو، هو الاول الفريق، هو كريستيانو حتى الاداري ينفذ تعليماته هو. كوزمان في التجربه السعوديه والتجربه الاماراتيه يعني في الاداري مرتاح، عقوبات مع عقوبات لا يصدم مع اللعيبه ولا شيء، يعني يختصر الموضوع يختصر على اللاعبين على الاداريين. الاداري يرتاح لا يصدم مع اللاعب هذا، اللاعب يكره، لا المدرب شوف المدرب كل شيء عنده، كل شيء عنده. فاعتقد يعني مدرب مثل هذا معروف عنه قوته وصرامته وكذا. اللاعب اللي مو متعود على الامور هذه يبغيها مثل قبل، ينام لك لين طول اليوم ويجي لك على التمرين يتمرك ربع ساعه نص ساعه ولا ساعه بالكثير وراح، لا الامور حتتغير وما راح اكمل معه. المعلقين فارس يستمتعون لما يعلقون على مباريات فيها مدرب.